والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس وصية لأخواننا يا جماعة، أي زول جات ما تشتغل بجوته. في ناس طيبين عندهم أسئلة زي أخونا ده، أنت السؤال أجله بعد شوية ما مشكلة، أنت زول جزاك الله خير. تمام، الناس تصبر وما في زول يجود. أخواننا زول جات ما تشتغلوا به، لو أداك بنية ذاته ما تشتغل به، فهمت؟ إحنا دايرين نقول الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال. تمام؟ طيب، ربنا تبارك وتعالى أمر في القرآن الكريم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تبارك وتعالى وحده، وأمر المؤمنين أن يخلصوا الله عز وجل الدعاء. ربنا تبارك وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل منو يا جماعة؟ اسأل منو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا سألت فاسأل الله. تسمع كلام ذول تاني؟ تسمع كلام ذول تاني؟ قال لك إذا سألت فاسأل الله. تعال تعال، أي ذول زعلان تعال ورينا الله ليه ما بنسأل الله؟ ليه بس يعني؟ العيب شنو؟ أنا أسأل الله، أسأل فلان، ما يجيبوا أسماء، خلينا اسمه. ليه بس ما أسأل الله؟ أسأل فلان اللي اتخذتيه في راسك ده، وريني الميزة شنو يعني؟ الميزة شنو؟ شيخك ده كم جيجا يعني؟ أنا أسأل أخلي يمسكه أمسك في الله، وريني راماته كم؟ ها؟ النبي قال لك إذا سألت فاسأل الله، جوا عينك الكلام ده، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم وأعلم، أسمع الكلام ده كويس عشان ما يخشك درويش بينوبة ولا كشكوش، فهمت؟ قال لك وأعلم لو أن الأمة اجتمعت، الأمة دي كلها لو اجتمعت ما تشتغل بجوطة، ما تشتغل نهاية، فهمت؟ دي مطرة كابة خليك جوا، فهمت كلامي؟ قال لك لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت كلهم، كل الطرق، كل الشيوخ، كل القبب، لو اجتمعوا ما بضروك بحاجة إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ده كلامنا يا جماعة، كلامنا نحن. انت دايرنا نجي نقول لك يعني نجيب لك مدحه؟ طبعا في ناس ما بيفهموا الا تجيب له مديح، تقول له طبعا حبا في المصطفى نسمع مدحه لابونا الشيخ فلان اسمه خليه، فهمت؟ نركب فوق بوكس جديد ولا مهلهل تلقاه يبشر، الله اكبر، صامولته ما بتنحل، دي شنو دي مدحه؟ سواقه قدير ومهندسا اكمل، جودير لسادقه بطرازنا الاول، تنكيه مظبط وملام من شركه شل، صلي عليه، صلي على منو؟ ده بوكسي الله يهديك يا اخي، صلي عليه بتاع شنو؟ انت قول لك لا ده اللي بيمدحوا النبي كذا، تعال امرق لي النبي عليه الصلاه والسلام في البوكس ده وين؟ انت لعب سايد لعب، انت انا احنا بنقول لك الله قال عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام قال. عندك اي راجل ارجل من الرسول جيبه لنا عشان نوريك نحلق له صلعه، انت ما تقوم له تاني جيبه. عندك ابوك الشيخ ارجل من النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما في. نحن راجل بيم لعيننا دي صوفي، فهمت؟ غير الرسول ما في، افهم الكلام ده كويس؟ راجل بيم لعيننا دي غير النبي عليه الصلاه والسلام ما في. والله انا ابويا خلف الرسول بديه شلوت بسمع كلام الرسول، تلعب ولا شنو؟ انت واحد واحد لابس لك طاقيه زي الستوب خضراء ولا حمراء، فهمت؟ دار تجي تكورك ما تتكلم في شيخ، خلينا الشيخ، الله قال لك اسالني انا، تعال وريني المشكله وين يعني. الله قال وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نادي الله براه ومع الله ما تنادي زول، كلام ده واضح ولا ما واضح؟ لو انت هندي ولا شنو؟ كلام ده واضح، قاعد نتكلم عربي، فهمت؟ قال لك ما تنادي مع الله زول، زول دي اي زول؟ الرسول زول، ما تناديه مع الله عليه الصلاه والسلام، الصحابه ما تناديهم مع الله عز وجل، فهمت؟ التابعين الاولياء، لو ده الاولياء، الاولياء ما تناديهم مع ربنا تبارك وتعالى. انت ده كلام الله عز وجل، خلي جوتا خلي جوتا، الكلام ده واضح ما بنخليك. الله عز وجل قال لك ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم،
الله قال لك الناس اللي بتنادوهم مع الله ديل عباد زيكم، زيكم واحد، زيك واحد. عندك كرعين اثنين، ده ابوك الشيخ عنده كرعين اثنين، عندك يدين عنده يدين، بتاكل بياكل، بتمرض بيمرض، بتموت وبيموت، زيك واحد، زيك واحد. فما ممكن تشبه الزول البشر المخلوق مع الخالق تبارك وتعالى. انا اسالك سؤال، ربنا تبارك وتعالى قال خلق السماوات والارض بالحق، تعالى عما يشركون، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، والانعام خلقها، خلق منه يا جماعة؟ خلقها الله. الله قال والانعام خلقها، لكم فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها، الى اخر الايات من سورة النحل. الايات دي ربنا قال لك هو خلق الانسان وخلق السماء وخلق الارض، ديل ناسك ديل خلقوا شنو؟ خلقوا شنو؟ اروني ماذا خلق الذين من دوني، ديل خلقوا شنو؟ خلقوا شنو؟ ربنا عز وجل خلقك انت ذا البتكورك ذاتك، وخلق لك. الله قال الم نجعل له عينين، عندك عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله اداك عيون امتى؟ عشان تعرف الحق من الباطل، وانت لسه شايف الحق دار تركب راس في الباطل. انت شغله قايل رجال ولا عضلات، الشغله ايه وحديث، ايه وحديث، ودي بتمشي فوق راس اي زول. اسمع الكلام ده كويس، بتمشي فوق راس اي زول. النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ده كلام منو؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. وقبيل اتفقنا انه ما في زول كلامه مقدم على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الشفع يبقوا احسن منك، الشفع. في ناس هنا صغار لسه ما كبروا، صغار فاهمين الحاصل، عارفين كلام الرسول ده. بعده تاني ما في نقه كثيره، في نقه كثيره يا جماعه؟ ما في. قال لك الرسول قال تاني بالتنطيم مالك وابتكارك، وافتكر وارى وينبغي. انت الرسول؟ لا. صحابي؟ لا. شنو انت؟ والله انا تابع للطريقه فلانيه. طير انت وطريقتك، هنا ده الله بس، انت هنا الله بس. والله صحيح لك لقى ما في. وانت والله مش تجيب دانه، تعرف الدانه؟ تجيب دانه تفك مين هناك تفرقينا، برضه بيجيك واحد تاني بيسفه يقول لك امسكوا في الله براهم. ده تعمل لي شنو؟ ده شنو تعمل لي شنو؟ بيع سيجارته امتى؟ بيقول لك برضه امسك في الله براهم. سكران واقف لمبه امتى؟ تقول لنا هذا الشيخ، بيقول لك لا اسال الله براهم، اسال الله براهم، تسال الله، تتوكل على الله، تمسك في ربنا تبارك وتعالى، تدعو الله عز وجل. ده الدين بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، وده دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله. صية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.